اهلا بحضراتكم من جديد. فاكرين ايفان بيبك الحكم اللي ادار مباراه الاهلي والزمالك الاخيره اللي انتهت بفوز نادي الزمالك، واللي ادار كمان مباراه الاهلي وبيراميدز السنه اللي فاتت واللي انتهت بفوز بيراميدز، واللي كان ليه اخطاء تحكيميه كبيره جدا سواء في مباراه بيراميدز او مباراه الزمالك، منهم ضربتين جزاء مباراه الزمالك ضربه جزاء لوليد سليمان، مباراه بيراميدز ضربه جزاء لرمضان صبحي في التوقيت ده. الحكم ده ادار مباراه الاتحاد والنصر يوم الجمعه اللي فاتت في الدوري السعودي، وكان عنده أخطاء كارثية، أخطاء تحكيمية كارثية، في حالة من الانزعاج الكبير عند الاتحاد السعودي لكرة القدم، واضح جدا أن هم هيدرجوه في القائمة السوداء للحكام بالنسبة للاتحاد السعودي، وفي أزمة كبيرة جدا بخصوص الموضوع ده، وهيتم استبعاده بشكل تام من إدارة أي مباريات في الدوري السعودي ده طبقا للتقارير اللي طالعه من هناك من السعوديه بخصوص هذا الشأن، وبعد انتهاء مباراه النصر والاتحاد، وفي يعني حاله من الاستياء الشديده عند جماهير الكره السعوديه على السوشيال ميديا هناك. الدنيا يعني مستائين جدا جدا من مستوى هذا الحكم، وخصوصا مش هي السابقه الاولى ومش الاخطاء الاولى اللي حصلت من خلاله، شفنا في الدوري السعودي وشفنا في الدوري المصري اخطاء في اتجاه النادي الاهلي كمان تحديدا كانت واضحه قوي، وكان في استغراب كبير جدا ساعتها واحنا اتكلمنا في الجزئيه دي. يا جماعه حكم كان ادار مباراه السنه اللي فاتت للاهلي نفس الفريق مع بيراميدز وكان ليه اخطاء، انت ليه جايبه تاني في مباراه مهمه زي مباراه الاهلي والزمالك؟ فشفنا برضو اخطاء غريبه وتعمد رغم الفار، كان في كره وليد سليمان كان قال له تعالى عشان الكره ضربه جزاء، راح وقعد اتفرج عليها واصر على عدم احتساب ضربه الجزاء يعني. فكلها كانت دلائل يعني واضحه جدا بالنسبه لكل جمهور الكره المصريه وكمان بالنسبه لجمهور الكره السعوديه بعد انتهاء مباراه الاتحاد والنصر، وهنشوف قرار الاتحاد السعودي هيكون ايه خلال الساعات القادمه بعد حاله الاستياء الكبيره دي. كان لازم برضو ننوه للموضوع ده.